وقسموا الصبر إلى أقسام ثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وثالثها الصبر على أقدار الله المؤلمة. فالنوع الأول أعظمها، لأن العبادات شاقة على النفوس وتحتاج إلى مصابرة ومجاهدة، فالصلاة والصيام والحج والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلها تحتاج إلى الصبر. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. والقسم الثاني الصبر عن الوقوع فيما حرم الله تعالى، وذلك بكف النفس عن أن تفعل محرما أو تقصر في واجب. عباد الله، وآفة المنكرات في هذا الزمن أن سهل الوصول الحرام فكان أقرب إلى أحدنا من يده لعينه. فالقنوات والشبكات والأجهزة الذكية إن لم نصبر عن الحرام الذي فيها أوردتنا المهالك والمضار. ذلك أن النفس ميالة إلى الآثام، تواقة إلى الشهوات، فإن لم نلجمها بتقوى الله والصبر عن معاصيه تلطخنا بالأوزار. وأعظم علاج قول الله في محكم التنزيل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فعاقبة الصبر الجميل جميلة، وأحسن أخلاق الرجال التحفظ. وأما القسم الثالث فهو صبر على أقدار الله المؤلمة وعلى مصائب الحياة المتنوعة. فمن من البشر من سلم من ذلك؟ من منا من لم يصب بمرض؟ من من البشر من لم يفقد مالا أو قريبا أو عزيزا؟ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فهذه سنة الله في عباده، ويبتلاؤهم بشيء من الخوف، ولم يقل بالخوف كله، لأنه لو قال بالخوف لأهلكهم، وإنما يبتليهم لأن مقصوده تعالى تمحيصهم وتطهيرهم من ذنوبهم ومعاصيهم. فتلف الأموال وموت الأحباب وألم المرض نقص يحتاج إلى صبر ومصابرة، وبشر الصابرين.